بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين. فرحة ما تمت. الفرحة النهاردة كانت ممكن تكتمل مع تونس. تونس حققت المستحيل وفازت على فرنسا بطلة العالم بهدف مقابل لا شيء، لكن كلنا روحنا على الناحية التانية عشان نشوف مباراة الدنمارك وأستراليا، واللي حسمتها أستراليا عن جدارة واستحقاق بهدف مقابل لا شيء. تونس حصلت 4 نقاط لكنها لم تكن كافية لصعودها ووصولها إلى الدور الثاني. فرنسا تصدرت ب6 نقاط، نفس الرصيد لأستراليا اللي كانت خسرت المباراة الأولى 4-1 قدام فرنسا، لكنها عادت وفازت على تونس 1-0 وعلى الدنمارك 1-0 وصعدت. طيب، قلنا عندنا أمل كلنا الحقيقة في المنتخب السعودي، خاصة أنه قدم عرض ولا أروع أمام المنتخب الأرجنتيني وفاز 2-1، ورغم خسارته أمام المنتخب البولندي 2-0 لكن كلنا أثنينا على أدائه. تيجي مباراة المكسيك الحقيقة اللي انتهت منذ لحظات، وأداء ولا أسوأ للمنتخب السعودي، ما عندوش غير حسنة واحدة بس، الهدف اللي سجله في الوقت بدل الضائع، واللي صعد ببولندا على حساب المنتخب المكسيكي. وحتى لو الهدف ده ما كانش تسجل كان برضو بولندا هتصعد باللعب النظيف. يعني لحد ما النتيجة كانت 2-0 كانت القصة ماشية ازاي؟ كان فرق الأهداف للمنتخبين 0، إجمالي الأهداف للمنتخبين 2، النقاط في المواجهات المباشرة نقطة، فرق الأهداف في المواجهات المباشرة 0، اللعب النظيف بولندا عندها 5 إنذارات والمكسيك عندها 7 إنذارات، هنا كانت هتصعد بولندا برضو. لكنه الحقيقة المنتخب المكسيكي قدم مباراة العمر، ولو كان جاب هدف ثالث حتى بعد 2-1 كان هو صعد، لأنه هيكون سجل أهداف أكتر، يعني ده سجل 2 وعليه 2 وده 3 وعليه 3، لكن اللي بيسجل أكتر هو اللي بيوصل. طيب، مع هارد لك للسعودية ومع هارد لك لتونس، نتمنى إن شاء الله جود لك للمغرب غدا، لكن لازم نقف شوية ونحاسب نفسنا. زي ما فرحنا قوي وسعدنا قوي وكلنا عملنا يعني اللي عشان المنتخب السعودي لما فاز على الأرجنتين، لازم نراجع نفسنا. هم المكسيك أكتر مننا إيد ولا رجل؟ هم المكسيك أكتر مننا روح؟ هم المكسيك أكتر مننا انتماء؟ هم المكسيك أكتر مننا عزيمة؟ ولما بقول مننا بقصدها، لأنه فعلا كل الجماهير المصرية شجعت تونس وخرجت غاضبة لأن تونس فازت. سيبك بقى أنه لعبوا بقى الفرنسويين بالاحتياطي بالمش عارف إيه، هو نزل كل الناس في الآخر لكنه ما لحقوش يعملوا حاجة، سيبك من ده كله، أنا بتكلم على المنتخب السعودي. المنتخب اللي كان متصدر في الجولة الأولى وكان في المركز الثاني في الجولة الثانية، أو كان في المركز الثالث بعد بولندا في الجولة الثانية، إزاي ينهي وهو في آخر ترتيب المجموعة؟ طبعا 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 عنده إصابات بالجملة، وأنا قلت الكلام ده امبارح أول امبارح، قلت أنا ما قلقني غير إصابات المنتخب السعودي، لأنه ياسر الشهراني مع سلمان الفرج مع البريك مع أسماء كتيرة جدا الحقيقة إصابات بالجملة في المنتخب السعودي في توقيت صعب وتوقيت سيء للغاية. يعني كل ده موجود، لكنه برضو إحساسي الشخصي أنه المنتخب السعودي كان ممكن يعمل أحسن من كده. طبعا دلوقتي هيرفي رينارد اللي كان بطل العالم وكلنا كنا بنجيب محاضرته ما بين الشوطين وبنتكلم على تاريخه وعلى قصة كفاحه، دلوقتي هيتقطع وتيري يقول لك ده ليس رجل المرحلة، وكلام كتير هيتقال في هذا الشأن. لكن ما أحزنني، ما آلمني جدا جدا، إنها كانت في إيدينا، إن التأهل كان في إيدينا. التونس كانت بتلعب على نتيجة الدنمارك مع أستراليا، اما السعوديه بتلعب على نتيجتها هي، على فوزها هي، وهي قادره. يعني المنتخب المكسيكي المنتخبات القويه واللي انا بحترمها وبقدرها، على فكره انا من قبل البطوله حتى هذه اللحظه باستثناء ان انا قلت الاكوادور بدلا من السنغال، لكن انا قايل المنتخب الارجنتيني والمنتخب البولندي، وكنت بنيت منتخب السنغالي على حكايه غياب ساديو ماني، لكنهم الحقيقه هم تجاوزوا يعني صدمه غياب ساديو ماني الحقيقه، والمنتخب السنغالي هو الأول حتى هذه اللحظة ما بين المنتخبات الإفريقية والعربية. يعني ما زال المنتخب الغاني عنده فرصة، والمنتخب المغربي هنتكلم عنه كتير إن شاء الله في خلال الحلقة يعني، لكنه الفرص ما بتجيش كتير. يعني الفرص اللي زي دي مش من السهل إن أنت تلاقيها دايما قدامك. يعني أنت كسبان مباراة تتعادل مع بولندا تعدي، يعني حتى لو تعادل مع بولندا وكان خسر النهاردة يعدي،
لانه هيبقى عنده فارق اهداف كويس، وبولندا هي اللي عدت، او على الاقل هيبقى في اللعبه يعني. بصراحه الواحد حزين جدا. هل احنا افرطنا في الفرحه؟ جايز. هل احنا افرطنا في التفاؤل؟ برضو جايز. هل احنا ما بنصدقش؟ برضو جايز. لما تصدق نفسك وتحس ان انت بالفعل واقف على ارض، تقف على ارض صلبه، ممكن تعدي. يعني ما تقولش انه دي مفاجاه، لا، انا فعلا كبير، انا فعلا قوي، انا فعلا استاهل، انا فعلا استحق، انا ممكن ابقى بين الكبار. لكن احنا لما بنكسب مباراه ولا حاجه بنعيش في الفرحه الطاغيه الزائده عن الحد. كلنا احنا على فكره هنا، والمحللين والمذيعين والمعلقين وكل الناس والجماهير والمسؤولين والناس كلها، فرصه يعني من الصعب، مش من السهل، بلاش من الصعب، مش من السهل انها تتكرر مرة تانية، انك تبقى موجود في دور الستاشر، وانك تعيد امجاد منتخب 94، المنتخب السعودي القوي اللي كان فاز على بلجيكا واللي كان قدم عروض اكتر من رائعة. تاني اقول لك ان الاصابات اثرت، وانه ضغط المباريات، وانه حمل الجري. المكسيكيين يا جماعة 7 دقايق وقت بدل ضايع بيجروا في الدقيقة 7 كأنه لسه الحكم بيصفر بداية المباراة، كأن لسه الحكم بيقول لهم يلا. والمنتخب السعودي استهلك، ده هو كويس قوي انه سجل هدف، يعني هايل انه قدر انه يسجل هدف المنتخب السعودي. على العكس بقى المنتخب البولندي خسران 2-0 ومتقطع من المنتخب الارجنتيني، لكن هو لعب على ريسك. اول حاجه ما ياخدش انذارات، تاني حاجه يوقف النتيجه على كده، وعلى الرغم من انه مدافع المنتخب البولندي انقذ كره من على الخط في الوقت بدل الضايع من اللقاء، وعلى الرغم ان تشيزني اعتقد هو رجل المباراه، هتقول لنا مين رجل المباراه؟ حارس مرمى المنتخب البولندي، ضربة جزاء متصدي لميسي ومتصدي الانفرادات ومتصدي التسديدات، لكن هو لاعب في الفريق وقدم كل ما عليه. لكن منتخب البولندي رغم الخسارة، لكن بحيي مدربه لأنه هو عارف ان 2-0 دي نتيجة توصله. زمان زمان وليالي زمان لما كنا بنلعب في كاس القارات والبطولات الكبيرة دي، كانت مصر بتلعب في جنوب افريقيا في مجموعة بها ايطاليا والبرازيل وامريكا، واستفتحنا بالفوز على ايطاليا بهدف وبعرض اكتر من رائع امام البرازيل، وخساره 4-3، او خسرنا البرازيل 4-3 ثم فزنا بهدف الحمص على المنتخب الايطالي، وبقت مباراتنا مع المنتخب الامريكي نخسر 2-0 نتاهل لنصف النهائي، نخسر 2-0 نتاهل، وامريكا ما عندهاش غير فرصه وحيده بس انها تفوز 3-0. لعبنا مباراة مفتوحة جدا، وانا حتى حقيقة بقى ما كل مباراة لها ظروفها، يعني ظبط نفسك على اللي انت عايز ايه من المباراة. مدرب المنتخب البولندي خسران 2 وبيلعب دفاع وما بيخرجش من نص ملعبه لانه عارف النتيجة دي، ولو انها ريسك لان المباراة التانية شغالة والمكسيك شغالة والمكسيك بتضيع، والعويس حارس مرمى السعودية هايل 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 الحقيقة، لا يسأل على الاهداف، واعتقد تدين بولندا له بالصعود الى الدور التاني الحقيقة. يعني انا بتعاطف مع بولندا الحقيقه عشان ليفاندوفسكي، عشان اكون امين يعني. فلعبنا مباراه مفتوحه جدا، بعدين المباراه بقت 1-0، بقت 2-0، انا قاعد كنت هنا بتفرج في التلفزيون عمال اصرخ يا جماعه قفلوا، يا جماعه خلاص ما نهاجمش، يا جماعه مش مهم نخسر 2، يا جماعه مش مشكله، يا جماعه الحدوته مش كده. خسرنا 3 وامريكا ضيعت لها جونين 3 كمان، وضاع علينا انجاز تاريخي ان احنا نكون في نصف بطوله العالم للقارات. فانا قصدي كل مباراه لها ظروفها، لها تكتيكها، مش كل مباراة كمان، كل وقت في المباراة، الربع ساعة الأولى غير التانية غير التالتة غير الأخيرة غير الوقت بدل الضايع، كل حاجة لها التكتيك بتاعها يعني. حالة حزن بتعم الشارع المصري بالتأكيد على المنتخب التونسي، لأنه كسب فرنسا، كسب المنتخب الفرنسي. التاريخ بعد كده مش هيقول لك إنه أصل لعبه بالاحتياطي ولعبه بالأساسي وكامافينجا لاعب باك ليفت، ماليش دعوة، اختيارات المدرب. لكن تونس كسبت فرنسا وكانت قريبة جدا من التأهل لولا الفوز المستحق للأستراليين على حساب المنتخب الدنماركي المتواضع المهلهل الباهت الأداء. يعني أنا الحقيقة كنت متوقع أن المنتخب الدنماركي يصعد من هذه المجموعة، لكن عن جدارة واستحقاق ما فيش حد خالص من اللي بيتوقعه، حتى المنتخب الأسترالي بحكم العاطفة البعض حط تونس هنا، وبحكم المستوى كتير جدا حطوا المنتخب الدنماركي، وقليلين جدا اللي رهنوا على المنتخب الاسترالي، لكنه نجح. مع ان استراليا بدأت البطولة بالهزيمة 4-1 من فرنسا، تخيل بقى
يعني الامر الحقيقه صعب جدا. تعالوا نقترب شويه من المشهد ونروح للزميل احمد المسيري اللي موجود هناك ينقل لنا المشاعر. ولو انها النهارده كل مره كنا بنجيب المسيري او طه او خالد رزق كنا بنبقى في حاله سعاده وفخر وزهو، النهارده هيكون فيها زعل شويه. مساء الفل عليك يا مسيري. مساء الفل عليك كابتن شوبير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي اون تايم. انا الان موجود في البيت السعودي على كورنيش الدوحه، عشرات الالاف تجمعوا امام شاشه العرض العملاقه لمتابعه مباراه المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي. لكن الحقيقه النتيجه جاءت مخيبه لامال كل الجماهير العربيه وايضا الجماهير السعوديه اللي احتشدت بالالاف لدعم ومسانده الفريق في هذه المباراه الصعبه. لكن خليني اقول لك كابتن شوبير، الحقيقه يمكن المنتخب التونسي واللي حقق فوز تاريخي ايضا النهارده على المنتخب الفرنسي ورغم وداعه لهذه البطوله الا ان الجماهير التونسيه خرجت سعيده وطافت ايضا شوارع الدوحه في مسيرات كبيره فخوره بما قدمه المنتخب التونسي من اداء رائع في هذه البطوله، خاصه المباراه الاولى والمباراه الثالثه واللي فاز فيها على المنتخب الفرنسي. شعور متباينه في للجماهير السعوديه، البعض فرحان والبعض زعلان شويه من الخروج اللي بيقول يعني كان المنتخب السعودي الأحق والأقدر في هذه المجموعة الثالثة بالتأهل إلى الدور التالي، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خلينا نروح يا كابتن شوبير للجماهير السعودية اللي موجودة معانا نشوف انطباعاتهم إيه وردة فعلهم إيه بعد الخروج من دور المجموعات. والله يعني نحن فخورين بالمنتخب السعودي رغم أدائه وعمل الإصابة كان له يعني تأثير كبير على المنتخب السعودي. ما كنا متوقعين النتيجه، كنا متوقعين يعني عكس التوقعات انه المنتخب السعودي يحرز نتيجه ايجابيه ويفرح الامه العربيه مش السعوديه فقط، يفرحنا كلنا. لكن بنقول يعني ده كل شيء غدار مغدره وان شاء الله هردرك للمنتخب السعودي، ان شاء الله ربنا يعوضنا وربنا يوفق. توقعت الخروج المبكر للمنتخب السعودي؟ انا والله توقعت اليوم تكون النتيجه 3-1، ف المنتخب السعودي يعني منتخب الشعب العربي كامل وكنا متوقعين الاداء يكون افضل من هيك بكثير. احنا يعني رغم الخروج والهزيمه لكن شايف الجماهير راضيه نوعا ما عن الاداء، خاصه في المباراه الاولى المباراه الافتتاحيه واللي حقق فيها المنتخب السعودي فوز تاريخي على المنتخب الارجنتيني. طبعا مع زي ما احنا شايفين الاصابات اللي تراكمت على المنتخب واللي فاجات المدرب ادت نسبه كبيره على حتى انت زي ما تشوف التشكيله اليوم مختلفه عن المباراتين الاولى، لكن مشاركه طيبه وما احنا زعلانين، بالعكس اداء جيد مبسوطين له. يعني الحمد لله الجماهير العربيه كلها فخوره باداء المنتخب السعودي في هذه النسخه الاستثنائيه من مونديال قطر. والله الحمد لله على كل حال، احنا كلنا نتمنى ان السعوديه تتاهل وكنا نتمنى ان تونس تتاهل برضه، لكن الحمد لله على قضاء وقدر يعني، والجايه اكثر ان شاء الله. وامنا في المغرب، امنا منتخب المغرب حاليا. خروج المنتخب السعودي كان مفاجاه بالنسبه لك؟ والله مفاجاه يعني، ولكن السبب يعني الرئيسي اللي على ما اعتقد يعني انه الفوز على الارجنتين هو سبب يعني السبب الرئيسي ل يعني دخول اللاعبين في حاله يعني نفسيه نوعا ما غرور يعني نوعا ما، لكن الحمد لله يعني الحمد لله. كلامك الفرحة المبالغ فيها بعد الفوز على الأرجنتين كانت سبب في الثقة الزايدة للاعيب المنتخب السعودي في المباراة الثانية مع المنتخب البولندي وأيضا المباراة الثالثة مع المنتخب المكسيكي؟ لا ما أتوقع أن كذا. أول شيء يقول هذا لك المنتخب السعودي، ثاني شيء احنا يعني فرطنا فيها من مباراة بولندا صراحة، يعني كان ينقصنا شوية من الحظ ولو سجلنا تقريبا البلنتي وكان يمكن حتى لو طلعنا بتعادل كان ندخل المباراة هذه بالراحة، ممكن كنا نتأهل. وصراحة اليوم كنت متفائل لكن الكره كده يعني ما الغيابات سبب النهارده في الهزيمه؟ اكيد الغيابات لها سبب، يعني خاصه زي ظهير ايسر ما لقينا يعني واحد يعوض من اللاعبين اللي لعب مكان الظهير الايسر، فحاول تشوف المدرب كل مباراه يغير ويبدل ووسط ومحور وكذا، فالوضع ما قدر يعني. زي ما انت شايف كابتن شوبير يعني انطباعات وردود افعال متباينه يمكن بعد خروج المنتخب القطري وايضا التونسي والسعودي من دوري المجموعات، تبقى الامال معلقه على المنتخب المغربي اللي هيقابل ان شاء الله بكره المنتخب الكندي. المنتخب المغربي ادى تدريبه الاخير في السادسه من مساء اليوم، يمكن الروح المعنويه مرتفعه جدا. وليد الركراكي المدير الفني قال ان هو بيخوض هذه المباراه بحثا عن
الثلاث نقاط لانتزاع صدارة هذه المجموعة. هناك مفاضلة ما بين ياسين بونو والمحمدي لحراسة المرمى. ياسين بونو أصبح جاهز بنسبة 100%. يعني كان ليا لقاء النهارده مع علي الحبسي، قلت له لو انت مكان وليد الركراكي هتختار المحمدي ولا ياسين بونو؟ قال لي لا طبعا هختار ياسين بونو، ياسين بونو حارس كبير وهو الاحق بحراسه مرمى المنتخب المغربي في مواجهه كندا. يمكن دي كانت ابرز الاخبار والاجواء من هنا من قلب العاصمه القطريه الدوحه، والان تعود لك الكلمه كابتن شوبير، تفضل. بشكرك يا مسيري، شكرا جزيلا. وبختلف مع بعض من ضيوفك الاعزاء، لا في حاله حزن لغياب المنتخب السعودي لخسارته، والأداء النهاردة لم يكن هو المستوى المأمول. نروح سريعا أيضا لزميلنا العزيز محمد طه يرصد لنا الانطباعات والآراء عقب الخسارتين اليوم للمنتخبين العربيين. خسارة تونس في التأهل، فوز على فرنسا وهو ما دعا علي معلول للاعتذار للجماهير، لكن قال حاولنا أن احنا نقدم أقصى ما لدينا. وخسارة المنتخب السعودي من المكسيك وأيضا عدم تأهله. تفضل يا طه. كل الشكر والتحية لك كابتن شوبير طبعا، وكل التحية لكل مشاهدي اون تايم. يوم النهاردة يوم غريب كان مليء بالمشاعر الكثيرة من أول اليوم، لكن هبدأ الأول بالجمهور البرازيلي اللي بدأ اليوم النهاردة في حالة حزن بعد تلقي خبر الأسطورة الكبيرة بيليه بعد انتقاله للمستشفى. تجمع عدد كبير جدا وكان واضح عليهم الحزن رغم أن هم مش موجودين في البرازيل، لكن تجمعوا وأدوا صلوات ودعوات للنجم الأسطورة بيليه على هامش كمان كأس العالم، وتذكرهم بكل ذكرياته الجميلة لكأس العالم. كمان النهاردة يعني المنتخبين العربيين زي ما حضرتك بتتكلم، المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. المنتخب التونسي اليوم بعد الأداء الرائع اللي قدمه، يمكن أنا كنت موجود في المباراة، لاحظت يعني أمور عديدة من الجماهير التونسية بفخرها الكبير بأداء المنتخب التونسي رغم عدم التأهل، لكن الفوز على بطل العالم في هذه النسخة بالتأكيد كانت هناك يعني مشاعر كبيرة جدا للفرحة بالنسبة للجماهير التونسية. كمان الجماهير السعودية يمكن بقى من لحظات انتهت المباراة لكن شايف حزن كبير، البعض كان يتمنى أن السعودية بعد ما يعني علت طموح الكثير من العرب في أن تتأهل للدور القادم، وكان الكل بيتوقع ذلك، لكن نتمنى إن شاء الله القادم بالنسبة للمنتخب المغربي، والأمل الكبير بالنسبة للمنتخب المغربي. الجمهور المكسيكي كمان النهاردة عاش برضو لحظات حزينة، واحد من أكثر الجماهير اللي حضرت لقطر عشان تساند فريق أو منتخبها، فعددهم كبير جدا في كل مكان، يعني ما فيش مكان تروحوا إلا والجمهور المكسيكي موجود في المكان. كمان النهاردة كمان بالنسبة للأخبار السريعة، يمكن كريستيانو رونالدو النهاردة بعد الأنباء الكثيرة عن يعني انتقاله للنصر السعودي، يعني في أخبار كثيرة خلاص أصبحت شبه مؤكدة لهذا الأمر. النهاردة ما حضرش التدريب واكتفى فقط بجلسة في الجيم، ويعني بنسبة كبيرة ممكن ما يشاركش في المباراة القادمة. كمان الاتحاد الإيراني أعلن رحيل كيروش بعد خروج إيران من كأس العالم. يمكن كمان اللحظات النهاردة زي ما بقول لحضرتك يوم مليء باللحظات، النهارده تيتي اللي بكى في المؤتمر الصحفي بعد تأثره بموقف من احد الافراد العربيه او احد المشجعين العرب اللي اسمه حسام وهو شاب فلسطيني، يمكن تأثره بالموقف اللي حصل معاه لما يعني ساهم في انه يحمل حفيده او يعني حفيداه في محطه المترو. النهارده طلب ان هو يقدم للتمرين وجيه ويعني اتصور معاه وهداه تيشيرت البرازيل، فكانت لقطات كلها جميله. سريعا بس يا كابتن شوبير، هينضم الينا بعض الجماهير من الجاليه التونسيه وبعض الجماهير الموجوده، نسالهم برضو عن رايهم في ما حدث اليوم. اعتقد الكل فخور بما قدمه المنتخب التونسي، الفوز على المنتخب الفرنسي رغم عدم التاهل، لكن هناك حاله رضا كبيره من الشارع التونسي بعد سوء الحظ اللي تقابله امام استراليا. اول شيء مبروك المنتخب التونسي على الفوز، لكن للاسف ما ترشحنا للدور الثاني، وان شاء الله يكون الجاي احسن. وللمنتخبات العربيه ايضا، سمعنا انه السعوديه خاسره للاسف، لكن ان شاء الله زاد للمنتخب المغربي ان شاء الله يكون فوز ليهم. وكو ان شاء الله كونك انك تلعب بروح عشان ترضي جماهيرك وترضي كل الشعب العربي في كممثل عربي، ده لوحدها تكفي فيما ادوه داخل الملعب. هو في حد ذاته انجاز بالنسبه، انا نشوف البسمه على وجهي، معناها اني انا راضي على مردود اللاعبين تبعنا
وانه تكون انجاز لحد ذاته لبطل العالم السابق، ومن 2014 ما خسر ولا ماتش، هذا في حد ذاته انجاز وترضي الجماهير متاعنا اللي عانت في الماتش اللي كان متابع استراليا اللي كان خيبة امل بالنسبة لنا، واللاعبين متاعنا تداركوا الامر والحمد لله. انا فخور جدا لأنا تونسي. قل لي رأيك النهاردة في اللي شفته سريعا والأداء اللي حصل النهاردة للمنتخب التونسي. أنا أولا نحب نشكر دولة قطر على التنظيم، وهذا فخر لكل العرب، وأشكر الفرق العربية المشاركة، يعني قطر والسعودية وتونس. هذا بطبع منتخب التونسي اليوم ممتاز. نحن خسرنا مقابلة ضد أستراليا، مقابلة كانت في الإمكان، واليوم الحمد لله نحن انتصرنا على حامل اللقب فرنسا، وفرنسا مؤهلة أن تكون هي التي ستحقق طموح الشعب التونسي. طموح الشعب التونسي، نحن عندنا فريق قوي، وإن شاء الله المستقبل تونس ستكون يعني في الأول. شكرا. وهندعم المنتخب المغربي غدا إن شاء الله. طبعا أولا السلام عليكم. إن شاء الله بكرة منتخب المغرب يقدم الفوز هدية لجميع الشعوب العربية. حب أشكر دولة قطر وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على التنظيم الرائع. هذا شرف لنا إحنا كعرب نشوف دولة أمن وأمان، ملاعب على أعلى مستويات. إن شاء الله يا رب تتم هذه البطولة على خير، وإن شاء الله على الأقل أنه يتأهل المغرب. وكان أداء بطولي اليوم لتونس، حبينا أن السعودية تطلع بس للأسف، بس كانوا أبطال. شكرا. خلينا نختم معك بالزغروطة التونسي، فرحا بتونسي. كابتن شوبير، يعني زي ما انت سمعت آراء بعض الجماهير بعد طبعا نهاية هذا اليوم العربي، لكن الكأس أكيد هيغلب كتير وهيحير كتير. البطولة تبدأ بشكلها الحقيقي في الفترة القادمة. مين هيحمل الكأس؟ خلينا نشوف كابتن شوبير من الدوحة بعد هذا أو هذه المعلومات وكمان آراء الجماهير. نعود إليك الآن، تفضل كابتن شوبير. بشكرك يا طه، شكرا جزيلا، وكل الشكر أيضا للزميلين العزيزين اللي تعبوا معنا جدا خلال هذه البطولة، أحمد المسيري وخالد رزق. والدعوات، كل الدعوات للمنتخب المغربي الشقيق في تجاوز كندا، فريق ليس بالهين ولازم نعمل حسابنا. كندا مع المغرب، وكرواتيا مع بلجيكا في تمام الساعة 5، اليابان مع أسبانيا، وكوستاريكا مع ألمانيا في تمام الساعة 9. دي مباريات الغد إن شاء الله ربنا يكرم. وسؤالنا النهاردة، توقعاتكم لمباراة المغرب وكندا بالمونديال، هتبعتولنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي، وكل التمنيات ان شاء الله لمنتخبنا المغربي الشقيق الجميل ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وانه يعبر. المغرب يكفي التعادل، واعتقد عندنا فرصتين، لكن المغرب ان شاء الله لن يكتفي بالتعادل لكن بالفوز باذن الله. وزي ما سمعتوا كروش مشي، وهتسمعوا كلام كتير على جلال القدري رغم انه فاز على بطل العالم، وهتسمعوا كلام كتير على هيرفي رينار، وكلام كتير هتسمعوه خلال الفتره القادمه. طيب، عشان ده معانا ضيفنا زميلنا الاعلامي العزيز خالد عامر، خلينا نروح للشان المحلي. والنهارده كان في مباريات في الدوري الممتاز، 3 مباريات، كان منهم مباراتين ما فيش اجمل ولا احلى ولا اروع من كده. بدات بحرس الحدود مع بيراميدز، واللي انتهت لصالح فريق بيراميدز بهدف مقابل لا شيء. الهدف سجله فخري لاكاي من ضربه جزاء. حرس الحدود والله قدموا مباراه جيدة، وكانوا يعني قريبين من حصد نقطة. الكرة دي كانت تبقى واحدة من أجمل أهداف الدوري، كريم حافظ اللي لعبها، لكنها عدت فوق العارضة. وحاول حرس الحدود أكتر من مرة، لكن تشعر إن في حاجة تنقص حرس الحدود. أنا مش قادر أفهم بالضبط إيه اللي ينقص حرس الحدود. أدي فرصة كانت لحرس الحدود، وبيعترض إنها لمسة يد وإنها تستدعي طرد الحارس. أدي ادي الهدف، ادي ضربه الجزاء اللي جه منها الهدف، كانت تسديده سددها فخري لقاي بكل براعه على يسار الحارس محمد فوزي، مسجلا هدف المباراه الاوحد وهدف الفوز وهدف 3 نقاط غاليه لبيراميدز. لكنه الحقيقه بيراميدز ما اداش المستوى المطلوب. مباراه تانية، مباراه عجيبه جدا وغريبه جدا، لسه بنقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم وبنبدا، واذا قبل ان تكتمل الدقيقه الثانيه بينجح رفيق كبو. ده لسه، خلي بال حضراتكم، لسه بنقول يا هادي، عرضيه
وبعدين عرضية مرة تانية وبعدين هدف لفريق نادي إنبي على حساب فريق البنك الأهلي. ماشي، قالوا الدنيا هتتظبط دلوقتي والدنيا هتظبط ومش هيبقى فيه مشاكل، لكن بعدها على طول وبدقائق مفيش، في الدقيقة الرابعة يجي يوسف لبيب وبمنتهى المهارة والبراعة يسجل الهدف الثاني، تبقى النتيجة 2-0 قبل أن نلعب 5 دقائق من المباراة. وسط يعني حقيقة بحاجة غريبة جدا في دفاعات نادي البنك الأهلي، يعني حاول البنك الأهلي أنه يعود للقاء، الكرة دي على فكرة احتسبت تسلل يعني، لكنه هي بترد، بصوا حضراتكم 3-1 وعملها حلو قوي بصراحة، ده شغل مدرب ده أحمد كشري، وتتسدد حلوة جدا من محمد عبد العاطي في الدقيقة 27، 3-0 ويخلص الشوط الأولاني أعزائي المشاهدين عند هذه النتيجة 3-0. الشوط الثاني بقى حاجات غريبة جدا حصلت في الملعب، يعني فضلت المباراة ماشية 3-0 لحد، بص بقى الفرص اللي ضيعة من إمبي، بص حضرتك الفرص اللي ضيعة من إمبي شكلها عامل إزاي. في الدقيقة 86 بيطرد ناصر منسي بعد حصوله على إنذارين، لسه كل ده كانت بيلعبوا 11 ضد 11 عادي، والبلعوطي حارس مرمى إمبي الحقيقة عامل مباراة جيدة، لم يتأثر إمبي قوي بخروج الحارس محمود جاد إلى النادي المصري، لكن محاولات مستمرة لفريق البنك الأهلي. هنا طرد قبل اللعبة دي بدقيقة ناصر منسي، فالبنك بقى بعشر لاعبين يوم يسجل الهدف الأول وهو 10 لاعبين، ماشي تمام 3-1. بعدها كمان يطرد محمود الجزار فيلعبوا بتسعة لعيبة، يقوم يجيبوا الجون الثاني وهم بيلعبوا 9 لعيبة، ومن ضربة الجزاء ينجح بعد محمود قعود جاب الهدف الأول، ينجح محمد هلال في إدراك الهدف الثاني، وتبقى النتيجة 3-2. ورغم أنه البنك بيلعب بتسعة لعيبة لكنه جاهد في الوقت بدل الضائع في محاولة إدراك التعادل، لكنه طبعا الوقت لم يسعفه، هو بس الغرابة الشديدة جدا في فريق إمبي. بص حضراتكم الفرص اللي ضايعة عاملة إزاي، فرص بالجملة ضايعة من فريق إمبي، لكنه غريبة فرقة بتلعب بعشر تسعة لعيبة ومع ذلك تنجح في تسجيل هدف وهي 10 وهدف وهم 9 لعيبة، لكن كان فوز ولا أهم لنادي إمبي. مبروك لإمبي وهارد لك للبنك الأهلي، الحقيقة حاجة جميلة لأحمد كشري. مباراة الثالثة الحقيقة نادي الاتحاد السكندري اللي كان بيلعب في ملعبه وسط جماهيره اللي كانت عاملة يعني حاجة جميلة جدا، لكنه والاتحاد بيضيع جونين، كرة مروان عطية في القائم الشمال عملها حلو قوي قوي ومن مسافة بعيدة جدا لكنها تصطدم بالقائم، وبعدين كرة ما في أغرب من كده، بص حضراتكم إبراهيم حسن فين، على بعد 3 ياردات من المرمى والمرمى الخالي من حارسه اللي بعد كده حسبت فاول على فكرة مش تسلل وبتضيع الفرصة. هنا بقى من رمي التماس محل عملها كويس قوي بابا فاس، ده شغل بابا فاسيليو شغل مدرب، بص عبده يحيى يعملها، باول انفوافي اللي مكمل وينجح في الدقيقة 31 في إدراك هدف التقدم لفريق غزل المحل. مع هجمات متتالية لفريق الاتحاد السكندري طبعا هنا مفيش تسلل خالص الراجل مغطي، هنا برضو مفيش تسلل خالص الراجل جاي من ورا بيسجل الهدف الأول لفريق غزل المحل، ثم بينجح برضو فريق غزل المحلة بطريقة لعبه اللي ما بتتغيرش الحقيقة والنقلات الكتيرة على الأرض والتمرير، ينجح أحمد الشيخ في إدراك الهدف الثاني في الدقيقة 40 ويتصدر هدافي الدوري العام برصيد 4 أهداف. أحمد الشيخ كان لاعب في طنطا، كان لاعب في الاتحاد عشان كده ما احتفلش بالفوز، والمحلة الحقيقة تصدر الدوري العام ب10 نقاط، فالحقيقة أحسن بداية للمحلة منذ سنوات بعيدة جدا، وفريق المحلة الحقيقة فريق يستحق كل تحية وكل تقدير وكل احترام. عشان نكسب الوقت هنروح لأدي المباراة إن شاء الله النهاردة غدا، أسوان مع فاركو، الداخلية مع فيوتشر، والزمالك مع النادي المصري. عشان نكسب وقت هنروح لفاصل، أعزائي المشاهدين والمتابعين ان شاء الله دي ماتشات بعد بكره، الاسماعيلي مع سموحه والمقاولين مع سيراميكا والاهلي مع طلائع الجيش. هنروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين، بعد الفاصل الزميل العزيز خالد عامر.
مشاهدينا طبعا بنعيش اجواء مميزه جدا من داخل قطر واجواء كاس العالم، اجواء مونديالية، بنشوف احتفالات، بنشوف رقص وغنى في كل مكان. تعالوا نعيش اجواء من الشارع مع الجمهور اللي موجود ومختلف الجنسيات بالتاكيد، ونسالهم بعض الاسئله كده. يلا بينا. انا عندي سؤال ليكوا لذيذ جدا، ولو جاوبتوه جايز يكون في مفاجاه ليك. ما يكونش صعب. اهو سؤال. يلا توكل على الله. طيب. مين اكتر منتخب فاز بكاس العالم وكم مره؟ كم مره دي الاصعب؟ البرازيل. خمس مرات. الله عليك حبيبي، انت جاوبت صح جدا، يعني اول واحد نقف معاه ويجاوب صح. مش عايز اعرف مين التانية، بس انا عايز اديك الهديه دي. مين دي؟ من مصر. من مصر؟ ما تهزرش. لا لا لا، انت فاجئتني والله. مين دي؟ مش عارف والله. مش عارف تاخدها ازاي، تلبسها تقول لهم ايه؟ طب انت لازم تقول لي مين هاي. نفرتيتي مرتك. اتفضل لبسها له عشان انت ما عرفتش تجاوب حاجه. الله عليك. لا. مكملين مشاهدينا مع بعض، اجواء بنعيشها من جوه الشارع القطري بالتاكيد، واجواء المونديال اللي بنعيش فيها. يعني عربي ولا انجلش؟ As you like. انت منين؟ انا سوري. سوري. يعني سوري يعني حاجه جميله جدا، احلى الناس وعلى راسك. انت احلى يا سيدي. قول لي اخبار الجو ايه في قطر واجواء المونديال. والله الدنيا حلوه والاجواء جميله. عايز اسمع بقى الاغنيه بقى بتاعتكم. يلا. صادجينا وروانتاجينا والفؤاد بزنا الله بزنا الله لينا. حلب جينا أجواء زينا الفوز ظله ظله لينا. من هو المنتخب الوطني الأكثر فوزا بكأس العالم وكم عدد المرات؟ البرازيل. كم عدد المرات؟ ماذا قلتي؟ خمسة. خمسة مرات. والبرازيل فازت. برازيل. برازيل. سي. واو. I surprised. It's beautiful. Woo! Thank you. Thank you very much. ميسي. ميسي. هذه آخر بطولة كأس عالم لميسي. نعم. ماذا تشعر بذلك؟ بالنسبة لي ميسي هو الأفضل على الإطلاق. أنا أرجنتيني وميسي هو رقم واحد في العالم. نحن نرى قتال هنا وصراع. يا 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 ميسي. 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 وير وير ميسي. ميسي. They still asking about ميسي. 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 وير ميسي. وير ميسي. وير وير وير. أوه يا سعودي. أوه يا سعودي. مكملين مشاهدينا مع حضراتكم أكيد أجواء بنعيشها مع السعودي والأرجنتيني والكندي وكل الأجواء بالتأكيد بنعيشها مع حضراتكم. هنكمل في السوق مع بعض ونمشي ونشوف المشجعين متواجدين في كل مكان ونعيش كل اللحظات من داخل الشوارع القطرية وأجواء مونديال فيفا قطر 2022. أنا ساعات بشوف رقصة كده سعودية جميلة كده، كلكم بتشبكوا إيد بعض تقريبا وترقصوا. أنا عايز أتفرج عليها، عايز أتفرج على الخطوة دي بليز. حسنا يلا وروني الخطوة. يلا وخلينا أنا أجي لكم الناحية دي كده. يلا 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 أهو يلا. لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا. نزلنا سوا في الملعب عسيري معجزاني. أود أن أطرح عليك سؤالا، إذا كانت إجابتك صحيحة سأعطيك هدية. نعم تفضل. من هو الفريق المنتخب الوطني الأكثر فوزا بكأس العالم وكم عدد المرات؟ كم عدد المرات؟ لا أعرف في الواقع. سأعطيك اختيارات. البرازيل، فرنسا، ألمانيا. فرنسا. ليست فرنسا. البرازيل. نعم البرازيل. وكم عدد المرات الفوز؟ عدد المرات خمسة. عظيم، إجابة صحيحة. شكرا. إذن عليك أن تغلق عينيك. نعم سأفعل. افتحي الآن. هذه هدية لك. هل تعرفين؟ نعم كليوباترا. عظيم. مصر. هل زرت مصر من قبل؟ هل زرت مصر في السابق؟ حقيقة لا، لكن أتمنى أن أذهب إلى مصر. في البداية عليك ارتدائها في يدك ثم السفر إلى مصر لرؤية كل شيء على الطبيعة. نعم أريد مشاهدة الأهرامات وأبو الهول. أنا أعشق التاريخ المصري. إذن عليك ارتدائها الآن. نعم شكرا لك. Show us for me. Okay.
تبدو رائعة. هذه هدية لك لأنك أجبتي إجابة صحيحة، والشعب المصري هي هدية من المصريين لك، دعوة لك لزيارة مصر. شكرا لك، مع السلامة. قدمت النسخة العربية للمونديال التي انطلقت في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر في ضيافة قطر عددا من المواهب الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 و23 عاما، بعد أن تألقت مع المنتخبات وصنعت الفارق في مرحلة المجموعات في انتظار مزيد من التوهج خلال الأدوار الإقصائية. في منتخب هولندا لمع كودي جاكبو بعد أن منحه لويس فان جال الفرصة فسجل 3 أهداف في المباريات 3 أمام السنغال والإكوادور وقطر، وبات أحد هداف البطولة. وفي منتخب إنجلترا لمعت بعض الوجوه الصاعدة وعلى رأسهم باكايو ساكو الذي سجل ثنائية في مرمى إيران في الجولة الأولى. وفي نفس المباراة افتتح جود بلينغهام سداسية منتخب الأسود 3. أما في منتخب إسبانيا أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، فقد قدم ثنائي برشلونة توريس وبايز أوراق اعتمادهما في تشكيلة لويس إنريكي، وسجل ثلاثية في شباك كيلور نافاز حارس كوستاريكا، وسجل الثنائي البرتغالي جواو فيليكس ورافائيل لياو ثنائية في مرمى غانا. وفي مباراة الولايات المتحدة وويلز أحرز تيموتي وايا نجل الأسطورة جورج وايا هدف التقدم لمنتخب الستارز، وتمكن ألفونسو ديفيز مدافع منتخب كندا من تسجيل أول أهداف بلاده في المونديال. وفي عودة منتخب الأرجنتين القوية أمام المكسيك جاء الهدف الثاني بقدم إنزو فرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالية الذي كان عمره 4 سنوات فقط عندما خاض ليونيل ميسي صاحب الهدف الأول مباراته الدولية الأولى في 2005. إفريقيا منجم المواهب الشابة في العالم كان لها نصيب في هذا المهرجان، حيث تألق المدافع محمد ساليسو وسجل هدف التقدم أمام كوريا الجنوبية. وفي نفس المباراة أحرز المهاجم محمد عبد القدوس ثنائية ولا أروع بعد أن زار زميلهما عثمان بخاري شباك البرتغال بهدف في المباراة الأولى. وفي منتخب السنغال سجل بامبا دينغ الهدف الثالث في مرمى قطر. عربيا وبهدف ولا أروع في شباك العملاق تيبو كورتوا عزز زكريا بخلال مهاجم منتخب المغرب الصاعد فوز أسود أطلس على منتخب بلجيكا متصدر التصنيف الأوروبي. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين. خليني أرحب بضيفي اللي منورني ومشرفنا زميلنا العزيز خالد عامر. مساء الفل يا خلود. مساء الفل يا كابتن. منور الدنيا. نروح على كابتن. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أنا زي الفل. زعلان ها؟ جدا. زعلان الظهر ولا بالليل أكتر؟ لا بالليل أكتر، لأنه بالليل كان الموضوع في إيد السعودية في رجلين المنتخب السعودي يكسب يتأهل، خاصة أن نتائج الماتش التاني كانت ممكن تخدمه إلى حد كبير، فما كانش مستني هدية خارقة للعادة زي في ماتش تونس. ماتش تونس طبعا لازم نقول أنه كان أداء جيد جدا، ألوم عليه في المقام الأول جلال القادري المدير الفني التونسي لأنه أهدر التأهل في مباراة أستراليا، يعني مش عايز أبقى قاسي عليه ولكن بخوف زيادة عن اللزوم، لأنه دي الكلمة الشيك اللي ممكن تتقال يعني. يوسف المساكني مش في حالته، وهب الخزري ما بيلعبش خالص،
بتنزله الماتش الاخير كمهاجم في مش مركزه فبيجيب لك جون، فبدل ما تحسن منظومه اللعب وتبني على يوسف على وهبي الخزري وتنزل مهاجم صريح، الاقرب بالنسبه لي كان طه ياسين الخنيسي، لا مصمم برده بتنزل عصام الجبالي السيء جدا في المباراتين الاوليتين. وهبي الخزري بيخرج من الملعب وهو اللي عنده المفاتيح بتاعه لعب منتخب تونس. عيسى العيدوني عامل بطوله عظيمه جدا للاسف مش هنشوفه، بس الزعل اكتر في السعوديه لانه للاسف الشديد اللي قاله هيرفي رينار في المؤتمر الصحفي لا في المؤتمر الصحفي اللي بعد اول ماتش انه احنا لسه يا جماعه ما عملناش اي حاجه، ممكن كان بيحذر بالظبط وكانه كان بيتنبا كمان مش بيحذر، ممكن نكسب اول ماتش وما نصعدش، وممكن فرقه تخسر اول ماتش وتصعد زي ما حصل مع الارجنتين مع استراليا اول مجموعه مع استراليا بتخسر نتيجه بالظبط كده نتيجه كبيره جدا وبتتاهل في مفاجاه هي الاكبر لحد دلوقتي بالنسبه لي معها الدنمارك ومعها تونس. يعني انا كنت مرشح دنمارك مع كلنا كنا دنمارك مع فرنسا، لو مش الدنمارك هتبقى تونس بالعاطفه استراليا دي جايه من قاره تانية عشان تتاهل وملحق فبملحق فعلا بقى يعني السعوديه اللي من غير ملحق، كوريا اللي من غير ملحق، اليابان اللي بقت قاب قوسين او ادنى، يعني كل اللي تصدروا روحوا، قطر صاحبه الارض كمان روحت، اللي بملحق طلع الاول تخيل. فكرتني بالتجربه بتاعه البرتغال بس هشوف هتوصل لحد فين. البرتغال يورو 2016 اللي اقيمت في فرنسا اللي كسبتها البرتغال كانت طالعه من المجموعه بتاعتها ثالث المجموعه نظام التصفيات نظام البطوله هناك 24 منتخب بيطلع افضل توالد، طلعت ثالث المجموعه وتاهلت في النهايه عشان تاخد البطوله. تجربه استراليا هنشوف بس هتوصل لحد فين، لكن هي جايه من ملحق زي ما حضرتك ما بتقول عشان توصل في الاخر للادوار الاقصائيه، مفاجاه كبيره جدا. طيب خلينا نروح برضو في حته الزعل، يعني خلينا زي ما احنا مستمرين شويه في حته الزعل والمنتخب السعودي. كلنا كنا مبهورين بهيرفي رينارد صحيح. وحتى لما طلع زميلنا احمد حسام ميدو قال هيرفي رينارد كان مرشح لمنتخب مصر وانه حازم امام رشحه، بس حازم طلع مع سيف زاهر ورد ووضح الصوره، لكن قال شفته ازاي وشفته قصه، وكلنا كنا يعني مبهورين بالمحاضرة اللي قالها ما بين الشوطين. بص الجماهير عاملة ازاي، بص الشكل عامل ازاي، حرام شكل حرام. ده في السعودية ولا في قطر يا جماعة؟ ده في قطر، يعني منطقة المشجعين في قطر، الفان زون في قطر، وكلها المشجعين العرب، يعني كلهم معظمهم يعني مشجعين العرب، بنات على شباب على كبار على صغار، يعني كلهم الحقيقة. وبص حالات طبعا زعلان يعني طبعا. كان فين من كام يوم وين وميسي وين، وكنا فرحانين وبنغني معاه، كل الناس دي طلعت غير مجبورة الخاطر، لكن معلش. لكن أرجع أسألك مصير المدربين، يعني واحد فايز على بطل العالم جلال القدري والناس بتقول هو السبب طيب. وواحد فاز على الأرجنتين إحدى الفرق اللي مرشحة الآن بقوة للفوز لكنه خسر من بولندا والمكسيك، شايف مصير الاثنين هيبقى عامل ازاي؟ طيب انا الاول خليني اتكلم عن التطلعات. اوكي مش معنى انه جلال القدري عمل ماتش كويس قدام فرنسا لانه ما عندوش حاجه يبكي عليها، ولانه اعاد شويه الجوده في التشكيل، اي نعم عكها بعد كده، سوري في الكلمه انا اسف، بوظها بوظها بعد كده بالتغييرات بتاعته اللي انا ما كنتش راضي عنها بشكل كبير، ان هو مدرب يستمر مع نسور قرطاج، لانه اعتقد ان نسور قرطاج محتاجين كواليتي اعلى شويه كمدرب. بس خلينا نقف عند النقطه دي شويه خالد، لانه لما بتتكلم على السعوديه عندهم امكانيات شديده، الامارات قطر، حتى احنا في مصر بندفع فلوس كتير جدا حقيقي. انت متقارن مصر بالمغرب او بتونس او بدول شمال افريقيا، احنا بندفع اكتر من الضعف حقيقي. يعني انا اتخضيت لما لقيت خليل ديتش كان بياخد 85,000 مثلا، احنا اللي عندنا بمليون ونص واكتر، يعني لا يعني بياخد 130,000 وبعدين 180 دلوقتي، ما اعرفش الرويال يعني 2.4 من 10 يورو في السنه، 2.4 من 10. ولما هتشوف بقيه الاسماء كده بتمر على الدول العربيه، حتى هيرفي رينارد مع المغرب ما كانش بيكمل 100,000 خلي بالك، برضه رقم قليل. يعني هل الاخوه في تونس هيدفعوا؟ ما اعتقدش ان ما هيدفعوا. هل هناك مدرب وطني اخر؟ ما هو نبيل معلول كان في كاس العالم 2018 وبرضه رحل بعدها انا عايز تجربه وليد الرجراجي تستنسخ في الدول العربيه. هل في تونس، انا الحقيقه مش متابع الدوري التونسي عن كثب، يعني مش عارف المدربين اللي هناك، عارف اللعيبه طبعا وعارف الاجواء والفرق والكلام ده كله، بس مش عارف المدربين التونسيين عن ظهر قلب زي ما بيقولوا. بس مش معقول انه الدوري التونسي كله باكمله ما فيهوش مدرب قادر على قياده المنتخب الوطني التونسي زي وليد الرجراجي، مع عامل اداء عظيم جدا مع الاسود الاطلس في كاس العالم، بيكسب بلجيكا، بيتعادل المباراه الاولى مع كرواتيا.
عامل اداء كويس جدا قدامه ماتش كندا. لو كسب ماتش كندا والنتائج خدمته ممكن يتصدر. لا النتائج ما ممكن يتصدر. ممكن نعم. يتصدر ويكفي التعادل للصعود بالظبط كده. لا انا بتكلم ان هو ممكن يتصدر مجموعه مزبوط. فيها كرواتيا وفيها كندا اللي هي الناس بتعتبرها حصان اسود وفيها بلجيكا. نعم. هل تونس ما فيهاش مدرب زي وليد الرجراجي قادر على قياده نسور قرطاج؟ اكيد. شفنا قوي. فوزي البنزرتي وشفنا بالزبط. علي معلول وشفنا من قبلهم عبد المجيد شتالي العظيم طبعاً. طبعا العظيم جوهر الكره التونسيه طبعاً. عبد المجيد شتالي وشفنا اسماء كتيره جدا في تونس. لكنه أنت تفضل مدرب وطني للكرة التونسية؟ لو مش هيدفعوا أفضل. لا طبعا أفضل مدرب أجنبي للكرة التونسية عشان عندهم عدد من المواهب. ما فيش فلوس كتير. ما بالظبط ما ده اللي كنت عايز أرجع له. لو ما فيش الفلوس إحنا نبدأ نعمل زي ما قطر ما عملت مع فيليكس سانشيز اللي هو بيتدرج في أكاديمية أسباير وبعدين قطاعات الناشئين في المنتخبات الوطنية القطرية من 2006 لحد 2020. لكن أليس الفوز اليوم على فرنسا بيدي لا يشفع له؟ لا يشفع له خالص. وممكن اقول لحضرتك ليه لا يشفع له. نعم. احنا منتخب تونس في المباراه الاولى والثانيه اعتمد على الاسماء اكتر من اعتمد مع باداء وحش يعني. بس هو حتى ما هو برضه ما هو المغرب متعادل مع كرواتيا باداء مش كويس. انا عشان بس اوضح النقطه باداء وحش مش من تونس. تونس عملت ماتش كويس جدا قدام الدنمارك. بس انا بتكلم على الدنمارك اللي انا كنت مرشحها ان هي تبقى حصان اسود. مش عامله الاداء المنتظر منها بوجود كل النجوم بوجود دامسجارد اوديج اسمه ايه دولبرج كريستيان اريكسن شيمون كاير كاسبر شمايكل كريستانسن يعني نجوم في كل الخطوط. بس لحد دلوقتي ما قدموش المردود اللي يشفع لهم ان احنا نقول اه ده منتخب الدنمارك. وبالتالي منتخب تونس في مباراه منتخب الدنمارك كان جيد ولكنه لم يكن جريء. انا قصدي انا في الاخر كجلال قدري خدت اربع نقاط نقطه من بطل العالم ثلاث نقاط من بطل العالم وخدت نقطة من الدنمارك اللي كانت في سيمي فاينال باين بطولة أوروبا اللي فاتت. خسرت من استراليا بشكل مش يعني 1-0 يعني. لكنه لما هتيجي تقيس النتائج كويس. النتائج مش بتعبر عن كل حاجة كابتن. وحضرتك يعني سيد العارفين أكتر واحد ممكن تقول لنا على الكلام ده. النتائج مش بتعبر عن كل حاجة. أحيانا الأداء اللي في الملعب بيندكيت. هرجع تاني لحقبة وأنا آسف طبعا إن أنا برجعنا للفترة دي لحقبة كابتن حسام البدري مع منتخب مصر. كابتن حسام البدري أقيل على الرغم من نتائجه كانت جيدة لأنه الأداء كان ينذر بأن احنا داخلين دي قصة تانية. لا أنا بتكلم على الفكرة. ما تربطش تمام مش هربط خلاص. أنا بس عشان أوضح هتيجي تسألني أداء ولا نتائج هقول لك التاريخ لا يتذكر إلا النتائج. تمام. الناس تحب تستمتع بالأداء 100% لكنه في النهاية التاريخ هيتذكر أنه تونس كسبت فرنسا وأنه السعودية كسبت الأرجنتين. صحيح. ف يعني ان الاداء هي كره القدم اصلا المتعه. احلى متعه في التاريخ 82 منتخب البرازيلي لكنه خسر البطوله. 94 قدمه اسوأ العروض لكنه فازوا بالبطوله يعني. صحيح. فالتاريخ لا يتذكر سوى بتذكر النتائج. نعم تمام. انا متفق مع حضرتك جدا. انا متعاطف مع جلال قدري عشان اكون امين معك. حضرتك طبعا جدا. نعم. بس انا مش شايف انه جريء كفايه ان هو يقود نجوم منتخب تونس. دوره برضو بقى هو بقالوش سنه يعني. هو كان مساعد ثالث منذر الكبير كان مع عادل السليمي اعتذر فبقى منذر الكبير. منذر الكبير مشي فبقى هو المدير الفني. فمن الممكن هو ممكن يكون يعني. اتورط زي ما حضرتك ما بتقول. مش اتورط يعني مره واحده لقى نفسه في مقعد المدرب الاول الرجل الاول في منتخب تونس في محفل كبير جدا زي كاس العالم. والناس مش هتطبطب علينا في كاس العالم. احنا في كاس العالم مفيش حد بيسمي علينا. حضرتك شفت النهارده ماتش المكسيك والسعوديه على الرغم من ترشيحات السعودية والنجوم والقصة. طب تعال نروح للسعودية. مفيش نفس في الملعب. أحلى كلمة أنت قلتها. الشوط الثاني المكسيك يعني كاتمين على نفسهم يعني لدرجة إن إحنا ضحكنا إمبارح لما قالوا إن هم طلبوا ياكلوا الكبسة عشان يشوفوا الطاقة اللي عند السعودية. إصدار السعودية اللي كانت الكبسة اللي يعني إيه خلتهم كلوا زيادة عن اللازم ولا حاجة. أنا بهزر طبعًا يعني والله الواحد من غلبه من زعله يعني. لكنه انا بصراحه يعني انا مشجع بولندي لحاجه. انا بحب الفاندفيسكي وبحب تشيزني جدا. هما ما قدموش عروض قويه يعني. فانا كنت متعاطف مع بولندا وكمان ما احبش ان السعوديه تخسر يعني اكتر من اثنين. الحمد لله ان جابوا جون حافظوا مقال وجه شويه يعني. فانا كنت متعاطف مع بولندا انها تصعد ومرشحها من الاول بولندا مع الارجنتين. لكنه هذا التراجع الهائل في ثلاث غيابات عبد الاله المالكي وفي ياسر الشهراني وفي سلمان الفرج اوكي ثلاثه مؤثرين. لكن انا بلعب في كاس عالم. ايه سبب بقى
ما طولت في السؤال معلش. لا لا قصة ما فيش نفس دي عجباني أول جملة. هي الفكرة في الموضوع في تغيير استراتيجية اللعب من جانب، وده مش معناه زي ما كنت بتكلم على جلال القادري على الرغم ان هو فاز وطلع تاني طلع 4 نقاط تالت المجموعة، ده مش معناه انه جلال القادري يستمر. من وجهة نظري حضرتك متعاطف معاه تمام، بس من وجهة نظري انه ما يستمرش او على الاقل نحكم عليه في كأس أمم إفريقيا المقبلة. على النقيض تماما هيرفي رينار مع المنتخب السعودي، مش معنى ان هو بوظ شوية في الماتش الثالث ان هو نحكم عليه انه مدرب سيء او حاجة. منظومة اللعب، طيب اللي قدامي دول التشكيلة بتاعت منتخب السعودية في الثلاث مباريات يلا. اللي خدهم حلو كلام. الاولى لعب امام الارجنتين ب4-1-4-1. انا عندي بس نقطة اعتراض وحيدة على هيرفي رينار، هو عدم اشراك هتان بهابري في المباراتين الاوليتين على الرغم ان هو مهاجم كويس جدا، ولما جه يشركه في المباراه الثالثه المفروض ان هو يديله مساحه عشان يبدا يهدد مرمى المكسيك اوتشوا حارس مرمى المكسيك نزله في الدقيقه 87 وده وقت متاخر جدا. ده صحيح. ومن بعد ما نزل اداء الهجومي للسعودي اختلف وجابوا جول بالظبط كده. فهتان لعيب كويس جدا، معرفش ما كانش بيشركه ليه. ولكن مش هحمل اللوم فقط على هتان بهابري ان هو ما بينزلش، ولكن هحمل منظومة اللعب في المباراة التالتة. الماتش الاول بنلعب 4-1-4-1 بأوفسايد تراب، مضيقين المساحات جدا، بنلعب 10 على 10. نعم. الماتش التاني على الرغم من ان هو كان بيلعب بنفس الخطة ما كانش موفق في احراز الاهداف زي ما كان موفق امام الارجنتين، واستقبل هدفين باخطاء فرديه. يعني شفنا الهدف الثاني حتى واحد من افضل نجوم المنتخب السعودي عبد الاله الملكي بالظبط كده بتفوت من تحت الكوره بطريقه غريبه جدا، ولكن المنتخب السعودي قدم مباراه نموذج امام منتخب بولندا واهدر كثيرا. فجاه اوت اوف نوير احنا بنتكلم على 4-1-4-1 بخطه ضغط عالي وبمنظومه لعب متماسكه جدا حتى مع غياب في مباراه بولندا سلمان الفرج وياسر الشهراني. مره واحده بنغير الخطه من 4-1-4-1 ل4-2-3-1 باثنين ارتكازات وبلاي ميكر والكلام ده كله من غير ضغط عالي، بنستنى المكسيك هي اللي تجيلنا. المكسيك مستحوذه على الكوره اغلب فترات الوقت. المكسيك غيرت طريقه لعبها برضو عشان اتكلم انه المكسيك لعبت في اول البطوله 4-3-3، لعبت امام الارجنتين في المباراه الثانيه 3-5-2 عشان تعمل زون ديفنس وتلعب على التحولات العكسيه او التحولات الهجوميه يعني، وقدرت تهدد مرمى الارجنتين باكتر من مره. النهارده امام السعوديه بنلاقي انه المكسيك، انا قلت 4-2-3-1 السعوديه، لا انا اسف المكسيك هي اللي بتلعب 4-2-3-1 والنهارده السعوديه بتلعب 4-4-2. 4-4-2 دي خطه لوزي جدا مترهلة جدا في نص الملعب، ما بتسمح لكش ان انت تعمل كثافة عددية في نص الملعب لانه لا فيها بلاي ميكر يعرف يفرق اللعب ولا فيها ثلاثة في خط النص بوكس تو بوكس يعرفوا يملوا المساحات. فبالتالي انا شايف انه هيرفي رينار هو اللي تسبب في خسارة منتخب السعودية امام المكسيك بسبب تغيير خطة اللعب الغير مبررة من وجهة نظري. هيقعد ولا هيمشي؟ اعتقد لا هيقعد حتى موست بروبابلي هيقعد لان هو هو المنتخب او الاتحاد السعودي كان يعني مدد له حتى 2027. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. هادي الهجري ازاي بيتابع مباريات المونديال من المدرج؟ اهلا وسهلا بالمشاهدين قناه تايم سبورت، القناه الغاليه على قلوبنا. في مونديال قطر الأخوان في لجنة المشاريع والإرث عملوا الوصف الصوتي لنا كمكوفين والغرف الصوتية لأول مرة في تاريخ المونديال. الكفيف يجلس في أي مدرج في أي مقعد في الملعب زي أي شخص مبصر، بوجود التقنية بوجود الأخوان المعلقين اللي يوصفون لنا الأحداث واللقاء. الملعب متكامل في خدمات النت الكفيف، بس أول ما يدخل أقرب شخص متطوع يعرف باسمه، الناس الموجودين في الملعب يعملون كل شيء من تسهيلات من الأمور اللي هو التقنية. كذا الكفيف يدخل الملعب وحماس الجمهور وصوت المعلقين الاخوان ما قصروا، كذا الكفيف يعيش اجواء المونديال. والله شعور لا يوصف، والله انا اتكلم عن نفسي شعور لا يوصف. انا اتمنى المونديال يعمل كل سنه، واتمنى المونديال هذا ما يخلص. اللهم لك الشكر والحمد. من مطار الدمام الى وصلنا الدوحه الى السكن
جميع الصعوبات والعوائق اللي فكرنا انها بتصير قدامنا ما حصلناها. الامور كلها ميسره. الاخوان ما شاء الله في الطيران شافوا اني كفيف ومحامل بطاقه هيا، شلوني من الدرجه السياحيه، حطوني في درجه في اي بي. هذه التعليمات من لجنه المشاريع والارث، من الاخوان المنظمين المونديال. اي صاحب اعاقه يكون له الاولويه في كل مكان، في الطيران في كل مكان. ما غاديش يخلونا نرتاحوا انتما بحال اللي قلتي. يعني كندا يضم بين صفوفه لاعبين اقوياء رائعون حقا، لن يجعلوا الامر سهلا بالنسبه لنا. يريدون صنع تاريخهم، يريدون الحصول على نقطه واحده على الاقل. سنحترمهم تماما كما احترمنا منتخب بلجيكا وكرواتيا. اهم شيء هو انه بعد هذه المباراه نتاهل الى دور 16. الكنديون فريق قوي للغايه وليس لديهم ما يخسروه، لذلك علينا أن نكون أذكياء في إدارة هذه المباراة، لذلك نحن يمكننا المضي قدما. هذا هو أهم شيء بالنسبة لي. في رأيي سيكون من الخطأ التركيز على النتائج الأخرى. نريد أن نمتلك مصيرنا دون الحاجة إلى حساب النتائج الأخرى أو الاعتماد عليها. يجب علينا إما الفوز أو التعادل. لست مهتما بما تحتاجه كندا. أعلم أنهم أرادوا صنع التاريخ ضد بلجيكا وكرواتيا، ولكن دورنا الآن هو إظهار أننا جديرين بالتأهل إلى المرحلة التالية. أريد القول أنني لست هنا كسياسي، نحن نمثل المغرب، وبكل وضوح المغرب والمغاربة هم أولويتي، لكننا أيضا أفارقة كما السنغال وغانا والكاميرون وتونس، لذلك نأمل أن نرفع الراية الإفريقية عاليا. عادة ما توصف الكرة الإفريقية بأنها دون المستوى، ليست بجودة الأماكن الأخرى، لكن في هذا المونديال أعتقد أننا أظهرنا قدرتنا على مجاراة الجميع. نتحدث عن منتخبات أوروبية ولاتينية، وأمل أن نرى منتخبات إفريقية أكثر في المستقبل، ولما لا بطلا إفريقيا لكأس العالم. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. كنت هاخدك في سكه بس بسالك عايز ايه، قلت لي بحضر احصائيات. هل عندك احصائيات معينه شايف انها نقاط فارقه في البطوله؟ مش نقاط فارقه سابقه، نقطه مهمه جدا للي جاي بمناسبه التقرير اللي احنا كنا لسه بنتابعه. وليد الرجراجي منتخب المغرب في مواجهه مهمه جدا امام منتخب كندا. من بداية البطولة لحد نهاية الدور الثاني بدأنا المباريات الجولة الثالثة في منتخبات كانت مرشحة ان هي تتأهل الى دور الستاشر وعندها الافضلية الرقمية. نعم. محتاجة تعادل او فوز. نعم. عشان تتأهل. اكوادور كانت محتاجة تعادل او فوز، خسرت. السنغال تأهلت. ايران كانت محتاجة تعادل او فوز، خسرت. امريكا تأهلت. بولندا كانت محتاجة تعادل او فوز، الحظ اسعفها في اخر ثانية بسبب نتيجة الماتش الثاني مش بسبب هي خالص. السعودية كانت محتاجة تعادل أو فوز في حالة أن بولندا تخسر بأي نتيجة. نعم. تخسر بأي نتيجة والسعودية تفوز 1-0 فقط كانت السعودية تتأهل. فكانت تفوز 1-0 ولا تتعادل؟ لا تتعادل. لا أنا تتعادل. آسف، لو فازت خلاص. نعم. اتأهلت. خلاص. لا أنا بتكلم أن هي تتعادل. نعم. وبولندا كانت تخسر بأي نتيجة كانت. نعم. السعودية تتأهل على حساب بولندا، فبالتالي كان عندها أكتر من احتمالية. كل اللي بيلعب على فرصتين خسر. معظم باختلاف باستثناء بولندا اللي الحظ خدمها مش بالظبط كده. نعم. عندنا منتخب المغرب، كرواتيا 4، المغرب 4، بلجيكا 3، كندا 0. حلو. كندا 1. لا 0 0. كندا 1 ولا 0؟ خسرت ماتشين. كندا 0. حلو. نعم. الكلام. خسرت 4 من كرواتيا وخسرت 1-0 من بلجيكا. المغرب بتلعب على فرصتين، تعادل او فوز امام الفرقه الاضعف في حسابات المجموعه اللي هي كندا اللي خسرنا ماتشين، بلجيكا وكرواتيا ماتش تحطيم عظام.
بوجه بس ايه يعني تحذير للاشقاء المغاربه عشان مش عايزين الزعل اللي حصل النهارده من تونس ومن السعوديه يتكرر امام المغرب، خاصه ان هم عاملين بطوله عظيمه جدا، ما يعملوش التورته الحلوه ويرشوا عليها ملح في الاخر. الماتش هو ماتش مفصلي، المنطقه اللي فيها المغرب فيها نقص شديد في الملح، فيها نقص في الملح، فمش هيلحقوا يرشوا ملح. لا طيب. ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله باذن ملح الله. ملح شاحح هناك يعني. عاملين بطوله عظيمه جدا. طبعًا. سفيان بوفال، سفيان مرابط، مرابط ده اكتشاف، مرابط فيورنتينا، حضرتك عارف حب للدوري الايطالي، سفيان مرابط حتى في الدوري الايطالي. يا عم الحلقه هيفضل يقول الدوري الايطالي والدوري بقى مش عارف ايه، خلينا يا عم في احنا موجودين في كاس العالم ولا نتكلم. على فكره بعد البطوله دي اعتقد هيتحرك من فين، هيروح اعتقد. هو وليد الاخراكي قال لك كان هيقتلوني بعد ما غيرت سفيان بوفالو، الناس ما تعرفش القصه عنده ايه يا عيني، في اصابات، اصابه سفيان بوفالو بعدين عنده كمان في حتى سفيان وهو خارج كان متضايق. بس يعني احنا عندنا ماتش مهم جدا قدام كندا وعندنا ادوار اقصائيه لازم نبدا نفكر فيها انت شويه. انت تحذر المنتخب المغربي من تكرار يعني بالظبط. نلعب مباراه بتوازن، احنا نلعب مباراه باعتبارها الفرصه الواحده، احنا داخلين نكسب، مش داخلين يا نكسب يا نتعادل ونأمن، بس نأمن برضه نفسنا. توازن زي ما حضرتك ما قلت، توازن بس انا اقصد انه ما نبالغش في التوازن بالظبط، ما نبالغش في الدفاع والتمركز الدفاعي. هتخسر 100%. نعم 100%، لانه كندا فريق سريع، كندا مميز جدا، عندهم بيوكانن اللي هو رقم 11 لاعب مميز جدا، عندهم الفونس ديفيز طبعا، عندهم لاريا، عندهم المهاجم بتاع ليل انا مش فاكر جوناثان حاجه، لا عنده عدد مميز جدا من اللعيبه، لو تراخيت قدامه او تسهلت شويه. كندا كمان بيعمل حاجه مهمه جدا لازم المنتخب المغربي يبص عليها، كندا بيعمل تنوع في طريقه اللعب. جوناثان ديفيد ايوه هو ده. نعم. بالظبط كده. نعم كندا بيعمل تنوع مهم جدا ما بين ان هو بيضيق المساحات على المنافس، فبيجبر المنافس ان هو ينزلق وراه في تضييق المساحات. نعم. ده واوت اوف نو وير يروح بيجمع اللعب في حته ويروح ناقل. نعم. اللعب لمكان تاني، تلاقي الملعب اتعمل له ستريتشنج في لحظه. نعم. فدي لازم ياخد عندهم سرعات رهيبه. بالمناسبه كان محمد نصر بيضيق علينا المساحات جدا وبيقول لي اجري على فاصل، يلا بينا عم نصر على فاصل. هنا المونديال. الرئيس الأمريكي جون بايدن احتفل بفوز منتخب بلاده على إيران خلال أحد اجتماعاته معلقا لقد لعبوا مباراة كبيرة. مشجعة بتبهر الجماهير في شوارع الدوحة بمهاراتها العالية وتحكمها الرهيب في الكرة من خلال وصلة استعراض للمهارات أمام شاب حاول يتحداها. مشجع إنجليزي بيبدي انبهاره بالكرم العربي بعد عزومة في ضيافة أسرة قطرية على هامش التفاعل الشعبي مع جماهير المونديال. عروسين بيحتفلوا بزفافهم في استاد خليفة الدولي قبل انطلاق مواجهة السنغال والإكوادور. البيت السعودي الأكثر نشاطاً وفعاليات على مستوى الحضور الجماهيري للدول المشاركة في كأس العالم. مشجع سعودي بيخطف قلوب جماهير الأرجنتين لما غنى أغنية منتخبهم بلغتهم في شكل رائع جدا أمام رواد المترو، ومحلل يعقب على اللقطة والمشهد والفيديو: الجمهور السعودي هو المفاجأة السارة جدا للمونديال، شعب بسيط مثقف يتحدث أكثر من لغة. كاس العالم شاغل بال كل العالم، حتى بياع الشاورما عمل سيخ الشاورما على شكل الكاس بدون ما يقصد، باله كله مشغول بالمونديال. معجم المونديال إصدار ثقافي رائع جدا باللغتين العربية والإنجليزية كجسر للتواصل بين كل رواد المونديال في نسخته العربية. أخيراً مدرب البرازيل بيتوصل للمشجع اللي ساعد أسرته بحمل حفيده في محطة المترو في لفتة إنسانية رائعة. المدرب البرازيلي الكبير شكر المشجع صاحب اللفتة الإنسانية وكمان التقط معاه صوراً تذكارية. بجد الترحيب بزميلنا العزيز خالد عامر اللي منورنا ومشرفنا. خلينا ناخد ماتشات النهارده بقى، ما نقدرش نقول بكره، احنا داخلين على واحده صباحا، ونبدا بكندا والمغرب.
طيب كندا والمغرب زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، زي ما كنت حضرتك كمان بتؤكد على فكرة السرعات اللي موجودة في المنتخب الكندي، فلازم نحذر منتخب المغرب من فكرة التنوع في خطة اللعب أو في طريقة اللعب اللي بيعملها المنتخب الكندي ما بين تضييق المساحات وتجميع اللعب في مكان واحد ونقل الكرة في المساحات الخالية وبعدين مرة واحدة بيعمل استرتشنج. فلازم يبقى الدفاع المغربي مش كومباكت زي بالشكل اللي احنا عارفينه. مين هيكسب؟ حضرتك مش اللي هيكسب؟ المغرب ان شاء الله. المغرب يعني اتعشم. تتعشم؟ وامكاناته تسمح له بالمكسب؟ تسمح له جدا. طيب يبقى اول فريق عربي افريقيا يتأهل ان شاء الله. بإذن الله. خالد عامر قال كده يا جماعه، سجلوا عليه وانا بايده 100%. نروح لكرواتيا وبلجيكا. انا خلي بال حضرتك، انا توقعت السنغال زي حضرتك، انا اتفرجت الحلقه بتاعت اسلام امبارح وتعلمت من الدرس، فحضرتك توقعت السنغال. طيب نروح على كرواتيا وبلجيكا، موقعها متشابك جدا. المنتخب البلجيكي في أسوأ حالاته، إصابة روميلو لوكاكو اللي كانت في بداية البطولة اللي منعته من الاشتراك في أول مباراة واشترك في المباراة الثانية أمام المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة، خلت المنتخب البلجيكي شكله وحش قوي، دفاع وحش قوي، مع أنه توبي ألدرفايلدر يعني حتى دي بروينا بيقولك احنا كبرنا، كورتوا يرد لك احنا ما كبرناش، لا احنا ما كبرناش، في خناقه صحيح. هو حتى كورتوا في المؤتمر الصحفي بعد مباراه المغرب طلع ورد على الكلام ده وقال لك لا يا جماعه احنا ما بنتخانقش واحنا ممكن نضرب البيبان ونعمل البتاع بالظبط كده، بس احنا مش حضرتك كنت بتعمل كده؟ طبعا. والله كسرت كام كرسي يا كابتن؟ لا كتير والله. والله بس حاولت دلوقتي في التشجيع بقى بكسر مرايات وحاجات في البيت مع حضرتك مع حالك كده. والله بيخافوا يقعدوا جنبي يعني. طيب اذا شايف مين اللي هيفوز، كرواتيا ولا بلجيكا؟ اعتقد الاقرب كرواتيا. الاقرب كرواتيا. طيب نروح على اليابان واسبانيا. بالمناسبه السنغال اول فريق افريقي يتاهل، المغرب سيكون اول فريق عربي باذن الله وتاني فريق افريقي، ونامل في غانا كمان يعني. طيب اليابان اللي فجرت مفاجاه مدويه بالفوز على المانيا، لكن فجرت مفاجاه اكثر دويا بالهزيمه امام كوستاريكا. صحيح. شايف الدنيا ماشيه ازاي اليابان واسبانيا؟ احنا برضو خلينا نقول انه منتخب المانيا امام اليابان عشان ما نعممش الحاله، منتخب المانيا قدام منتخب اليابان على الرغم من الخساره كان استحواذ 64% 74% 94%. ما هو انا خلي بال حضرتك كمان 20% زياده. في معيار مهم جدا في الكوره اسمه التوفيق. انا شط على الجون 26 كوره منهم 10 ما بين الثلاث خشبات ما دخلش منهم غير كوره واحده، اليابان شاطت ثلاث كور على الجون دخل منهم كلهم. صحيح. ففي معيار مهم جدا. كوستاريكا نفس الامر امام اليابان، كوره وحيده كوستاريكا قدام اليابان، اليابان مستحوذه ومسيطره وبتروح كوستاريكا بتروح بهجمه واحده بتدخلها جون وبتخطف الماتش. المباراه غدا هي زي ما كنت بتكلم على المغرب والسعوديه وكل الكلام، مباراه الفرص الواحده، اليابان امام مباراه كوستاريكا مميزه جدا في السرعات وعندها حارس مرمى كبير جدا. اليابان امام اسبانيا كيلور نافاز. انا اسف اليابان أنا مش اليابان. خلينا هنروح بعد كده كوستاريكا والمانيا. هنروح طبعا حضرتك تتكلم دلوقتي على اليابان واسبانيا. اليابان واسبانيا لا، فرص اليابان ضعيفه جدا قدام اسبانيا. ده صحيح. خاصه مع وجود رودري في الخط الخلفي كمحور دفاع بيعرف يخرج بالكوره بطريقه سهله جدا، اليابان عندها مشكله في الضغط العالي اللي هي بتمارسه. نعم. اذا اسبانيا هي إسبانيا الاقرب طبعا عشان تضمن صداره المجموعه. بالزبط. كمان يعني كوستاريكا مع المانيا. المانيا هيبقى عندها مشكله قدام كيلر نافاز، خاصه انه لسه مش مستقر على المهاجم الاوحد اللي بيلعب بيه، هو بيلعب 4-2-3-1 بثلاثه تحت تحت المهاجم الوحيد. الاول جرب كاي هافردز، وكاي هافردز اصلا مش مهاجم، بلاي ميكر او وينجر، فلعبه في مركز الهجوم. خسر المباراه امام المانيا. فولكروج اللعب اللي كان الاحتياطي ونزل الماتش الاخير. نعم. بالظبط كده. وبعدين الماتش الثاني جرب توماس مولر قدام. نعم. وما نفعش، فجرب فولكروج في 11 دقيقه او في 7 دقائق سجل هدف. نزل وعمل حركيه جميله. نعم. جدا وسجل. وسجل الهدف. نعم. اللي حافظ بيه على حظوظ منتخب المانيا. نعم. بالتالي فكرة فولكروج عامل زي بالظبط محمد ناجي جده، هل ينفع من اول الماتش ولا هو بديل سوبر؟ هل لو هو بديل سوبر اللي هينزل في بداية الماتش هيسعف منتخب المانيا ان هو يحافظ على وجود المنتخب لحد فولكروج ما ينزل؟ الاقرب ان المانيا تكسب طبعا. نعم. ولكن وجود كيلر نافاز وعدم وجود مهاجم سبعة في اسبانيا لا ما يعني ظروف بتحصل عادي. المانيا ولا كوستاريكا؟ لا المانيا طبعا. المانيا. إذن اسبانيا والمانيا غالبا عن هذه اغلب الظن عن هذه المجموعه. نروح لفاصل ونرجع هناخد الافضل حتى هذه اللحظه مع خالد عامر اللي منور. I
طول الوقت الناس تبقى عايز تتصور معايا، طول الوقت كل ما اوصل المطعم الناس عايز تتصور معايا، وانا بقول ماشي اتصور معاكم بس عايز اكل مجاني، اكل مجاني. انا مش بتكلم انجليزي، بتكلم برتغالي. نيمار اول مرة في قطر، وقطر جميلة، انا بحب قطر واحنا مع بعض. رسالة للشعب مصر، قبولاتي للشعب المصري ولمحمد صلاح واخويا، اشوفك. فرص للبرازيل للفوز بكاس العالم، فرص عالية جدا، 6 نجوم. انسى الناس اللي بتاخد معايا الصور، انا باخد صور معاهم، كل الناس بتقرب مني تطلب مني اخد صور معاهم. برازيل كابيون، برازيل بطل، يلا برازيل. طب والله العظيم ثلاثة لحد دلوقتي، انا كنت متخيل ان اللي كان بيتصور مع اللعيبه في مباراه البرازيل كان نيمار. كان نيمار. لا ده خالد رزق واقع. لا والله زار كل خالد كده نصحين يعني. والله برافو عليك يا خالد، برافو عليك والله. انا فعلا والله اصل ده الشبه نسخه، حتى عامل نفس الرسومات ونفس الحلق ونفس الكلام اللي نيمار، هو مكابير نيمار يعني، نسخه طبق العيش يا باشا. والله اكل عيش كله ذكاء يعني، زي بتاع المترو ده اللي لك مترو سبحان الله. ده هو ده كان رايح رايح 6 شهور وبعدين هيرجع بلده تاني، سنتين وطلعوا له وبقى سفير المترو هناك وبقى حاجه عظيمه جدا. ربنا يكرم الجميع. طيب خلينا ناخد بس بعضا من توقعات الساده المتابعين والمشاهدين، وارجع اخد الافضل مع خالد عامر اللي منورنا النهارده. كريم محمد 2-1 للمغرب بامر الله. انا احمد حامد علي 3-1 للمغرب. حسام حسني 5-0 للاسود الاطلسي. يا رب اي فوز اي فوز. مصطفى صلاح الدين 2-0 للمغرب. عبد الله كهربا المغرب 4-1 بامر الله. عبد الرحمن سيد بيتوقع فوز كندا 2-1. اما محمد صلاح فبيقول المغرب 2-1. وعطيه الموافي المغرب 3-1. شيماء محمد تعادل برضه يوصلنا. علي صبري 3-1 للمغرب. دنيا جبارة مش كده جبارة غبارة او جبارة 1-0 المغرب ان شاء الله. انور الفطيم 2 ان شاء الله سنفوز ب 2-0 يا رب ان شاء الله. حسين الليبي مغرب 1-0 المغرب شكلها كده. احمد عبد الوهاب السعيد المغرب 2-0. محمد هجرس 2-1 للمغرب. ياسين شعبان المغرب 2-0. محمود رأفت المغرب ان شاء الله 1-0. ابو ايتن اداء مشرف. كريم عطوة 2-1 للمغرب. محمد ناجي 2-1 للمغرب. مو الحلاوي الاهلاوي توقع المغرب تلعب مباراه كبيره وكمان تفوز. عاطف ابو زياد فوز المغرب 2-0 يا رب ان شاء الله. دي بعضا من توقعات حضرتك الافضل. يلا بينا. افضل اللاعبين يلا. الاحصائيات اللي معموله على اول ماتشين، لانه في فرق لعبت 3 ماتشات بالظبط كده. افضل لاعب في البطوله حتى الان من حيث الاحصائيات الرقميه هو برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال ب 8.6 من 10. طبعا المركز الثاني انطوان جريزمان 8.13. المركز الثالث ثيو هرنانديز 7.85. وثيو هرنانديز لازم اتكلم عنه قبل ما استكمل. يلا. الصدفه، انا مش مقتنع بديشان وشايف ان هو ايامه اصبحت معدوده في فرنسا. حتى وان كانت فرنسا دلوقتي الاكثر اقناعا في البطوله لحد دلوقتي، ولكن الصدفه هي اللي خلت ديشان هو الاكثر اقناعا في البطوله. اصابه لوكاس هرنانديز في المباراه الاولى ثبتها يعني الحاجه الوالده يعني قاعده في البيت مبسوطه كده قاعده بتدعي الاثنين، ربنا يكرمك يا لوكاس، ربنا يكرمك يا تيو، او ربنا يكرمك يا هرنانديز. الاثنين واحد يعني. نعم. اصابه لوكاس هرنانديز في المباراه الاولى واشتراك ثيو هرنانديز خلى الجبهه الشمال، لوكاس هرنانديز مدافع قوي جدا وصلب جدا، ولكن بقاله فتره بيلعب كسنتر باك مش كباك ليفت، فواجباته دفاعيه اكتر. نعم. اشتراك ثيو هرنانديز وتالقه في المباراتين اللي فاتوا الثلاث ماتشات كمان ملعبش الماتش الاخير، انا اسف. هو في الماتشين فعلا. نعم.
فتح جبهة شمال. صحيح. هو ومبابي والحبشتكنات في نص الملعب الأفضل على الإطلاق الجبهة الشمال في فرنسا. ليونيل ميسي، أنا دولت التوب فايف، ليونيل ميسي 7.8 من 10. محمد قدوس أياكس أمستردام 22 سنة ومنتخب غانا 7.8. ده بالنسبة لأفضل اللاعبين. أقوى الدفاعات في البطولة، البرازيل 0 هدف من مباراتين، المغرب 0 هدف من مباراتين، هولندا دخل فيها هدف واحد من 3 مباريات، تونس هدف واحد من 3 مباريات، أمريكا هدف واحد من 3 مباريات، وبولندا هدف بولندا خلاص اتشالت لأن بقت هدفين بالضبط. الأكثر صناعة الفرص حتى الآن منتخب فرنسا 12 فرصة في المباراة، ده بمعدل طبعا 12 فرصة، إنجلترا 8 فرص، ألمانيا وكرواتيا 7 فرص، البرتغال وإسبانيا 6 فرص. دي ده بالنسبة بالضبط كده. طيب نروح لفاصل تاني ونرجع، عندنا الأسئلة الأخيرة مع خالد عبد. طب يا عم خالد بقى، أنا إيه لا بعترف بالإحصاءات بتاعتك دي، ولا 8.9 من 10 و7.3 من 10، الكلام ده إيه ما يلزمنيش. ماشي. أنا بالبلدي كده، بالبلدي يا أولاد بلدي، أنا هتكلم كده بالبلدي. تعرف الأغاني دي؟ أنا متعرفهاش ولا تعرف؟ لا ما أعرفهاش. هذه واحدة من أهم أغاني عبد الحليم حافظ، الأغاني الوطنية. أوكي. أيام ثورة 52، وكان بيحكي قصة السد العالي. ده اسم الأغنية إيه؟ قلنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي. انا عارف الحته دي. ماشي تمام. يا اولاد بلدي، انا هتكلم كده بالبلدي، فانا هتكلم بالبلدي. ماشي. بدل ما اخدك في سكه الفن هنبقى في مشكله وحدوته يعني. طيب قول لي بقى مين افضل حارس. طيب ما تقوليش التصديات والبتاعات. لا 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 لا. والحبشتكنات بتاعتكم دي. انا ما بحبكوش يا محللين في الحاجات دي. دي تفضيلات شخصيه. ايوه كده كده احبك بحتة. وكده تجيلي الاسبوع الجاي. يلا بينا. افضل حارس مرمى تشيزني، بولندا ويوفنتوس. افضل بص مدافع. بص لما تلاقيني ساكت يبقى انا موافق. تمام. السكوت علامه الرضا. خلاص اول ما عك حضرتك لا لا رايك ما عجبنيش تعرف انت مش هتيجي الاسبوع اللي جاي. بس كده تمام. افضل مدافع كاليدو كوليبالي تشيلسي والسنغال. افضل لاعب خط وسط برونو فرنانديز مانشستر يونايتد والبرتغال. افضل مهاجم مناصفه ما بين اوليفييه جيرو اس ميلان وفرنسا، وما بين كودي جاكبو هولندا وبي اس في ايندهوفن. قلت جاكبو بس هعديها لك، لكن جيرو ماليش فيه، مش عشان حاجه لعيب هايل يعني، عشان بنزيما بس. طب ما هو ما خدش مكان بنزيما، هو الطاقم التاني اتصاب والله يعني. ماشي اوكي خلاص، بنزيما عن الريال. شيل اوليفييه جيرو منتخب فرنسا، بنزيما بالنسبه لي يعني الريال. انا ما بحبش لا اوليفييه جيرو ولا بحب الميلان اصلا، سيب شيل اوليفييه جيرو. طيب كويس. كودي جاكبو حلو. دولت الافضل بالنسبه لي. افضل اهداف البطوله من وجهه نظري. ايوه هدف فينسنت ابو بكر أوي. حلو جميل. رائع. أحب. انا كده احب رائع كده. انت هتيجي في الاسبوع مرتين. ماشي كده الصبح وبالليل. فتره صباحيه. أيوة. ومساء. في 3 اهداف ياخدوا بس ايه قوائم شرفيه كده. هدف كاسيميرو في مرمى سويسرا كان هايل. هدف ريتشارلسون في مرمى صربيا جميل. والنهارده هدف لويس تشافيز للاسف الشديد في مرمى المنتخب. احسن لاعب خد نجم المباراه. يخرب عقله فعلا. نعم. النهارده مش طبيعي، كل فاول كانه بنالتي. لا لا طبعا بقيت مش طبيعي. جاله 3 فاولات بعد كده الحمد لله ضاعوا يعني. واحد العويس صده وواحد اتشط جت في الحيط بالظبط. نعم. كده. هذا كل ما لدي. لا افضل فريق. افضل فريق ممكن مناصفه، ممكن ما بين البرازيل. ممكن تاخد 3 منتخبات كمان في اجدع من كده. حلو قوي. برازيل اسبانيا فرنسا. برازيل اسبانيا فرنسا. مين عجبني؟ اسرائيل الارجنتين. صحيح. انه بعد الخساره من السعوديه، ودي خساره مدويه، انه لموا نفسهم بسرعه وعرفوا يرجعوا، والنهارده عملوا ماتش حلو قوي الحقيقه. صحيح. يعني قدام 100%. انا بس انا يعني ضد اداء منتخب الارجنتين وضد الارجنتين لحد ما ماشي ليونيل سكالوني، لانه هتفضل ضده لحد 27. قليل خالص. لا هو ان شاء الله هيمشي بعد البطوله دي. لا 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 مش هيمشي، قاعد مكمل يعني. طيب طرف الطرف النهائي لو ما وقعوش قدام بعض هيبقوا فرنسا البرازيل. فرنسا لو ما وقعوش قدام بعض، والمرشح الثالث معاهم هو اسبانيا والارجنتين، يعني حد من الاربعه دول هيبقوا طرفان نهائي لو ما وقعوش قدام بعض في السيمي فاينل. معقول. حلو. ماشي في المعقول. ماشي اوكي. هتيجي كل سنه مره. موافق. نورتنا يا خالد. شرف لي والله. نورتنا وشرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا خالد عامر الاعلامي المتالق اللي كان منورنا النهارده. يلا بقى السلام عليكم.